التحريض الذاتي أيضا سؤال دوره. استنتج العلاقة المعبر عن ذاتية وشيعة طول L وعدد لفات N وسطح اللف S تمام ونصف قطر مقطعها R صغير مقارنة مع طولها. طبعا عندما نمرر أو عند الحل عندما نمرر تيار كهربائي متواصل I تمام فيتولد لدينا عبر محور الوشيعة حقل مغناطيسي حقلا مغناطيسيا شدته تعطى بالعلاقة طبعا نكون حفظانين هاي 4 بي ضرب 10 أصناف السبعة N بي آي على L تمام وبالتالي يكون التدفق المغناطيسي خلالها طبعا قانون تدفق N ب S ب B بكوساين ألفا طبعا ألفا تكون تساوي الصفر لأن B يوازي الناظم عبر محور الوشيعة تمام منعوض B تمام تدفق N ب S ب 4 B ضرب 10 أصناف السبعة N ب I على L عملية إصلاح بسيطة يصبح لدينا التدفق تساوي 4 B ضرب 10 أصناف السبعة N مربع تمام ب S تمام N ب N N مربع ب S على L ب I طبعا ندعو المقدار الثابت تمام بالرمز الكبيرة بذاتية الوشيعة طبعا هذا يصبح لدينا قانون نستخدمه في التيار المتناوب ومسائل التيار المتناوب أيضا L تساوي 4 B ضرب 10 أس ناقص 7 تمام N مربع ب S على L تمام لو عدنا للتدفق أصبح التدفق هو L ب I يؤدي L هو التدفق على I طبعا التدفق كلياتنا بيعرفوه ويبار والI أمبير وبالتالي L تقاس بواحدة الهنري لو ردنا نعرف الهنري من هذه العلاقة هي ذاتية وشيعة مغلقة تمام يكون التدفق خلاله ويبر واحد عندما يجتازها تيار مقداره أمبيرا واحدا تمام هذا بالنسبة للسؤال طبعا في طريقة أخرى لاستنتاج التنتين صحيحات هذا بالنسبة لاستنتاج ذاتية الوشيعة وما هي وحتى بالجملة الدولية وإذا أردنا تعريف الهنري أيضا تمام طبعا لدينا هيك بيكون السؤال إجابة السؤال انتهت لدينا الوشيعة متى تتولد لدينا فيها قوة محركة كهربائية متحرضة إذا قوة محركة كهربائية متحرضة ذاتية طبعا هي تكون ناقص دي فاي على دي تي لو عوضنا التدفق ناقص دي مثل ما شفنا ال اي على دي تي طبعا في هذه الحالة استبدلنا طبعا هنا اذا وصلنا الوشيعة بتيار متناوب او متغير تمام تيار متغير عندئذ تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبر محور الوشيعة متغيرة وبالتالي التدفق المغناطيسي متغيرا وطبعا بس تغير التدفق المغناطيسي تتولد لدينا قوة محركة كهربائية متحرضة حسب فاراداي تمام ولكن هنا ذاتية ذاتية الوشيعة هي ناقص دي فاي على دي تي عوضناه طبعا ال ثابت تصبح لدينا إبسيلون تساوي ناقص L D I على D T تمام والمكان نكتبه ناقص L I فتحة بالنسبة للزمن طبعا I واحدة أمبير L هنري إبسيلون فولت قوة المحرك الكهربائية المتحرضة الذاتية طبعا هذا القانون يلزمني في المسألة الرابعة من مسائل الدرس
إذا أنهى القانون القوة المحرك الكهربائي المتحرضة الذاتية. طبعا لما ذكرنا كلمة متحرضة كمالة الفقرة طبعا لما ذكرنا كلمة متحرضة عندما نصل الوشيعة بتيار أو إذا كان التيار متغيرا وكما ذكرنا سابقا. الفقرة التالية الطاقة الكهرطيسية المختزنة في وشيعة. سؤال دورة أيضا استنتج عبارة الطاقة الكهرطيسية المختزنة في وشيعة عندما تزداد شدة التيار المار فيها تيار فيها من صفر إلى أي. طبعا متمنى شايفين في الدارة لدينا مولدان موصولين على التسلسل. المولد الأول هو متمنى شايفين المولد تمام قوته المحرك الكهربائية إي وأيضا الوشيعة قوة المحرك الكهربائي المتحرضة الذاتية إبسيلون. وبالتالي إي زائد إبسيلون تساوي آر بآي. طبعا نحن واحد إي القوة المحرك الكهربائية تمام والقوة المحرك الكهربائي المتحرضة الذاتية للوشيعة وهي طبعا للمولد تمام فولت تمام وكلنا بيعرف الفولت هو اوم بامبير تمام. بنعوض ابسيلون استنتجناها وجدناها بالفقره السابقه اي ناقص ال دي اي على دي تي تساوي ار بي اي تمام. استنتاج بسيط ننقل للطرف الاخر اصبح لدينا اي تساوي ار بي اي زائد ال بدي اي على دي تي. طبعا عندنا فولت واوم في امبير هو فولت وايضا عوضنا هاي القوة المحرك الكهربائي المتحرضة الذاتية هي فولت. نحن بدنا الطاقة الطاقة طبعا واحدة جول. هلا الطاقة الكهربائية جول طبعا نحن كلنا بيعرف انه الجول الكهربائي طبعا هي ملاحظات بس للايضاح ما مطالب طالب يكتب هذا الكلام في الامتحان تحت العلاقات بس الإيضاح. الجول تمام هو واط ضرب ثانية طبعا والواط هو فولت بأمبير بثانية تمام. إذا أنا زد أنتقل أنا لدينا نحن فولت إذا دا أنتقل للجول هي الطاقة طبعا واحد طاقة جول. إذا دا أنتقل في كتير طلاب هون بيقول لماذا ضربنا بآي دي تي. نحن لدينا في البداية فولت تمام بدي انتقل من الفولت للجول بقي لدينا الامبير والثانية تمام. اذا نضرب اذا هون الكلام الهام نضرب جميع الحدود بآي دي تي امبير بثانية تمام. وبالتالي اصبح لدينا اي اي بدي تي تساوي ار بآي بآي بدي تي زائد ال دي اي على دي تي بآي بدي تي تمام. طيب الان بعمليات بسيطة دي تي مع دي تي لو كتبنا المتبقي لدينا اي 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 دي تي تمام تساوي ار بآي مربع بدي تي تمام اي بي اي زائد ال اي دي اي ال اي تمام ال اي دي اي دي تي مع دي تي ذهبت. الان مثل ما انا شايفين ثلاث حدود هذا الحد اصبح جول معناته هي الطاقة الكهربائية التي يقدمها المولد خلال الفاصل الزمني دي تي. طبعا هاي هي الطاقة الحرارية الضائعة بفعل جول تمام. بقي لدينا اللي عم نبحث عنه اي ال هي الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة تكامل من صفر الى اي ال اي دي اي. بنطالع ال خارج حدود التكامل لأنها ثابت اي ال ال تكامل من صفر الى اي اي دي اي. طبعا هي بخطوات التكامل بالرياضيات ال هي اي مربع على 2
حدود التكامل من صفر إلى I، منعوض قيمة الحد الأعلى ناقص قيمة الحد الأدنى. طبعا قيمة الحد الأدنى صفر، صفر للتربيع صفر، صفر على اثنين صفر. بقي لدينا EL، تمام، نص L بI مربع، تمام. طبعا هاي L هنري، الI أمبير، واحدة الطاقات على الإطلاق جول. طبعا هاد هي علاقة الطاقة كهراطيسية، تمام، المختزنة، تمام، في الوشيعة. طبعا هذا بشكل من الأشكال. طبعا احنا كلنا بنعرف، استنتجنا سابقا بأنه L، لدينا L، تمام، لدينا L هي عبارة عن فاي على I الهنري وبر على الأمبير، يؤدي EL تساوي نص فاي على I بI للتربيع. نختصر، EL هي نص فاي بI. هذا طبعا يصبح شكل آخر للطاقة الكهراطيسية. طبعا في الامتحان يكتفي الطالب إلى EL تساوي نص LI مربع، تمام، ولكن هذا شكل آخر يمكن أن يأتي مثلا مثل اختيار من متعدد كشكل آخر. في كثير طلاب وصل لهم بوقف ما بيطلع على شكل آخر من مبدأ أن اختيار متعدد أو تعويضات أو الآخرية. شكل آخر الطاقة الكهراطيسية المختزنة في وشيعة. لو أخذنا المسألة الثالثة من تدريبات الدرس، بعض مسائل تدريبات الدرس، طبعا المسألة الثالثة أيضا دورات سابقة. تجربة السكتين الكهراطيسية، يبلغ طول الساق، تمام، المستندة عموديا L، طول الساق هي 40 ضرب 10 أس ناقص 2، يعني عمليا 4 ضرب 10 أس ناقص 1 متر، تمام. المستندة عموديا عليها وكتلتها M، طبعا هي الكتلة، وبالتالي في قوة الثقل، تمام، 10 ضرب 10 أس ناقص 3، طبعا هي 10 أس ناقص 2 كيلو جرام، تمام. واحد، ما شدة الحقل المغناطيسي. المؤثر عموديا، إذن IL تعامد به في السكتين لتكون، طبعا لتكون معطيات المسألة هو عتنيها، شدة القوة الكهراطيسية F هي مثلي ثقل الساق. عندما نمرر تيار شدته، تيار كهربائي متواصل، طبعا شدته 20 أمبير. طبعا احنا بدنا شدة الحقل المغناطيسي، اكيد بدنا نبدا من العلاقة اللي عطيني اياها بالحل، هو عطيني عند تكون قوة لابلاس، طبعا شدة قوة لابلاس، تمام، كين شدة قوة لابلاس الكهراطيسية هي مثلي ثقل الساق. لو عوضنا قانون قوة لابلاس هي I ب L ب B ب ساين تتا تساوي 2 M ب G. طبعا لا ننسى نحن تتا تساوي B على 2 راديان، يعني هو ذكرنا عمودية على السكتين. لو عزلنا بي، تمام، لو قمنا بعزل بي، اذا بي تساوي مثل ما احنا شايفين 2 ام بي جي على اي بي ال، تمام، بساين 90 واحد. اذا 2 ضرب ام 10 اس ناقص 2 ضرب 10 على اي، هي طبعا 20 ضرب ال هي 4 ضرب 10 اس ناقص 1، تمام. اذا 2 مع 2، تمام، اصبح لدينا بي تساوي 10 اس ناقص 1 على 4، تمام. كان نكتب ايضا 1 على 40 تسلا، تمام. الطلب الثاني 2، احسب عمل، طبعا قوة الكهراطيسية السابقة من العمل، إذا تدحرجت بسرعة ثابتة، السرعة هي 0.2 على 2 ضرب 10 أس ناقص 1 متر ثاني أس ناقص 1 لمدة، يعني خلال فاصل زمني ثانيتين. طبعا قانون العمل هو القوة بالانتقال، طبعا القوة هي قوة لابلاس، ممكن نعوضها هي 2 W حسب الفرضية اللي عطينيها، 2 بالثقل بدلتا إكس. طبعا المسافة هي السرعة بالزمان، إذا العمل هي 2 ام بي جي، تمام، بدلتا اكس، تمام، هي السرعة بدلتا تي، تمام. لو عوضناه 2 ضرب
ام 10 اس ناقص 2 ضرب 10 ضرب 2 ضرب 10 اس ناقص 1 ضرب 2 2 2 4 4 في 2 8 ضرب 10 اس ناقص 2 جول. تمام، هذا عمل القوة الكهرطيسية. الطلب الثالث، طبعا نرفع المولد ونستبدله بمقياس غلفاني او ميكرو امبير ايضا، وندحرج الساق بسرعة وسطية. إذا الآن أصبحنا أمام التحريض، استبدلنا المولد بمقياس، تمام، غلفاني. ندحرج الساق بسرعة وسطية ثابتة، أعطيني السرعة الآن في 5 متر ثاني ناقص 1. تمام، استنتج علاقة إبسلون. طبعا مر معنا هذا الكلام، تطبيقات قانون فاراداي في حالة الدائرة المغلقة. إذا الاستنتاج عندما ندحرج الساق بسرعة ثابتة V طبعا وعمودية على خطوط الحقل المغناطيسي، تمام، فخلال فاصل زمني دلتا T تجتاز دلتا X هي V بدلتا T. لو عوضنا، تمام، طبعا عندما يكون لدينا دلتا X يؤدي هذا الكلام دلتا S هو L بدلتا X، يعني L بV بدلتا T. عندما أصبح لدينا دلتا S يولد لدينا دلتا فاي تغير التدفق دلتا S ببي طبعا بكوساين ألفا، طبعا هون ألفا تكون صفر كوساينة واحد. نعوض دلتا S دلتا فاي، مر معنا هذا الكلام بالنظري، استنتاج من نظري L بV بدلتا T ببي طبعا، وحسب فاراداي تتولد لدينا قوة محركة كهربائية متحرضة قيمتها المطلقة إبسلون تساوي دلتا فاي على دلتا تي وتساوي ال بي في بي بي. بنعوض عدديا إبسلون تساوي ال، طبعا عطيني هو ال 4 ضرب 10 ناقص 1 ضرب في 5. طبعا في بعض الطلاب تخرب تعود السرعه بالطلب السابق، هذه السرعه التي نحن قمنا بدحرجه الساق فيها، تمام، 5 ضرب بي طبعا بي مثل ما احنا شايفين 10 ناقص 1 على 4 او 1 يعني على 40 ما في مشكله، 4 4 معناته 5 ضرب 10 ناقص 2 فولت. تمام، طبعا بدنا شدة التيار المتحرض، نحن نعرف انه هو ابسيلون على ار. طبعا ابسيلون نتجت لدينا 5 ضرب 10 اس ناقص 2 على قيمة المقاومة، اعطينا قيمة المقاومة لو كانت ار 5. طبعا عمليات بسيطة، 10 اس ناقص 2 امبير، اي شدة التيار المتحرض الناتج او المتولد. تمام، في الطلب الرابع احسب الاستطاعة الكهربائية الناتجة، استطاعة، تمام، الناتجة، كلمة الناتجة طبعا هي الاستطاعة الكهربائية المتحرضة المتولدة الناتجة. طبعا نحن نعرف انه بي هي ابسيلون ضرب اي، يعني نحن كلنا بنعرف الواط هو فولت بامبير. تمام، طبعا الواط المتحرض الناتج هو القوة المحركة الكهربائية المتولد الناتج وشدة التيار المتحرض المتولد الناتج. طبعا طلعت معنا 5 ضرب 10 أس ناقص 2 ضرب 10 أس ناقص 2 ينتج لدينا 5 ضرب 10 أس ناقص 4 واط. تمام، ثم احسب شدة القوة الكهرطيسية أيضا الناتجة أو المتولدة. F لابلاس هي I المتحرضة، I ب L ب B بساين ال B على 2. تمام، I 10 أس ناقص 2 ضرب 4 ضرب 10 أس ناقص 1 ضرب 10 أس ناقص 1 على 4 ضرب 1. طبعا 4 مع 4 بتروح ينتج لدينا 10 أس ناقص 4 نيوتن. طبعا هو طالب بالمسألة الرسم، رسمناه سابقا النظري بنعيده مرة ثانية. تمام، لدينا الساق النحاسية نصلها مقياس غلفاني او ميكرو امبير. تمام، دحرجناها بسرعه في وخاضعه لحقل مغناطيسي منتظم ناظمي عمودي على مستوي السكتين. تمام، طولها ال
خلال فاصل زمني قطعة مسافة دلتا إكس. طبعا قاعة اليد اليمنى من أجل لورانز رؤوس الأصابع هي بعكس السرعة ويخرج من باطن الكف بي، فتشير الإبهام إلى جهة قوة لورانز. إذا بنعيد مرة تانية، رؤوس الأصابع معاكس للسرعة ويخرج من باطن الكف بي شعاع، فتشير الإبهام إلى قوة لورانز المغناطيسية. طبعا حاملة مثل ما شايفين ينطبق على الساق. إذن هي إف لورانز المغناطيسية. تتحرك لدينا شحنات، طبعا الإلكترونات الكهربائية الحرة، وبالتالي يتولد لدينا تيار متحرك هو معاكس لحركة الشحنات، وبالتالي يكون معاكسا لقوة لورانز المغناطيسية. ونحرفت طبعا أبريت المقياس. تمام، لو أخذنا المسألة الرابعة من مسائل الدرس، وشيعة طولها 1 متر. تمام، إذن وشيعة طولها 1 متر، وشيعة طولها L 1 متر. تمام، مؤلفة من طبقة واحدة. إذن طبقة واحدة، طبعا اللفات متلاصقة. طبعا هنا نذكر قانون، هذا القانون لا يصلح إلا إذا كان اللفات متلاصقة. نصف قطرها طبعا R 5 × 10^2 متر. تمام، وقطر سلكها 2R فتحة، إذا أعطينا دليل R فتحة أن قطر السلك. تمام، وR نصف قطر الوشيعة 1 ملي متر. طبعا بنحول ملي متر إلى متر، 1 × 10^3 متر. تمام، المطلوب بدنا حساب إبسيلون قوة المحرك الكهربائي المتحرضة طبعا الذاتية، علما أن I 5 × 2T. طبعا نحن نكتب أولا بداية قانون القوة المحرك الكهربائي المتحرضة الذاتية، مر معنا باستنتاج الدرس. إبسيلون تساوي ناقص L طبعا دي I على دي تي، وهي ناقص L بـ I فتحة بالنسبة للزمن. أولا نأخذ I فتحة مشتق، I فتحة بالنسبة للزمن، I فتحة بالنسبة للزمن، طبعا مشتق الخمسة صفر، ناقص 2T مشتقها ناقص 2، ناقص 2. إذن أوجدنا I فتحة بالنسبة للزمن. بقي لدينا الذاتية L، طبعا الذاتية قانون أيضا من نظرية 4B × 10^7 N مربع بـ S على L. لدينا S هي B R مربع. تمام، الR معلومة وL معلومة أيضا، بقي لدينا عدد اللفات. طبعا قانون عدد اللفات، تمام، مثل ما ذكرنا بطبقة واحد اللفات متلاصقة، قانون عدد اللفات نوجد N عدد اللفات تمام المتلاصقة وضمن طبقة واحدة هو طول الوشيعة L على قطر سلكها. طبعا بيمر معنا لاحقا بمسائل الدارة المهتزة عدد اللفات ايضا طول سلك الوشيعة على محيط الحلقة الواحدة او اللفة الواحدة، يعني بيطلع عنا طول سلكها تمام L فتحة على 2 بي ار محيط الحلقة او اللفة الواحدة. حسب المعطيات في هذه المسألة يعطيني طول الوشيعة وقطر سلكها، نطبق هذا القانون. اذا قانونين في عدد اللفات في المنهاج دي مر معنا. طبعا نرجع نعيد، اللفات متلاصقة، ان عدد اللفات اما طول الوشيعة على قطر سلكها، او في مسألة الدارة المهتزة ايضا من المنهاج دي مر معنا طول سلكها الفتحة على محيط الحلقة الواحدة 2 بي ار. تمام، منعوض L 1 قطر السلك 10^3 هي عبارة عن 10^3 طبعا 1000 لفة. تمام، إذا لو عوضنا بـ L 4B × 10^7 تمام ضرب 10³ للتربيع ضرب B R مربع هي 5، إذا عوضناها 5 × 10^2 للتربيع تمام على L على 1. تمام، طبعا بي ضرب بي بي مربع 4B × 10^7 ضرب 10^6 ضرب 25 ضرب 10^4. طبعا البي مربع 10، 10^6 اصبحت 7، مع 10^7 بتروح،
أربعة بخمسة وعشرين مية مع عشرة أس ناقص أربعة معناته إل عشرة أس ناقص اثنين هنري. تمام؟ إذن منعوض إبسيلون تساوي ناقص إل عشرة أس ناقص اثنين مضروبة بآي فتحة طلعت معنا ناقص اثنين. طبعا العملية الحسابية زائد اثنين ضرب عشرة أس ناقص اثنين فولت. إذن هاي القوة المحركة الكهربائية المتحرضة الذاتية للوشيعة.